السلام عليكم. اليوم مع وصفة مولاه ندير واحد الكارت بالشوكولا، يعني من دون فرن، طيبوا الكريمة فوق النار، لكن بنة ما شاء الله. واش راح نحتاج كقاعدة، قاعدة يعني معروفة ما فين نديروها كل مرة، اللي هي اي بيسكوي يكون عندك مطحون طحنيه مليح، ومارغارين تكون طرية. انا استعملت هذا النوع تاع لي بيسكوي دائما في النوع هذا تاع يعني لي ديسير ولا لي تارت، نستعملوا دائما بسكوي اللي يكون شويه ما يكونش حلو بزاف، هكذا مع الكريمه يعني ما نزيدوش الحلاوه للتحليه تاعنا. انا استعملت هذا النوع، يعني دو ثلاثه في الباكي كنا شايفينهم، يعني السعر تاعهم بزاف رخيص في المحلات. انا استعملت اثنين، هذا الثالث خليته، استعملت اثنين طحنته، ها هو معايا. ندلو حوالي 125 غرام مارغارين طريه، نديرها كامله في اثنين علب نتاع لو بسكوي، نخلطو من بعد راح نستعمل يدي احسن، ندخلو في هذاك لو بسكوي كامل، يعني راح يجينا سوا سوا 125 غرام مع 2 باكيات، يعني راح نوزنهم لكم ونقول لكم يعني في اخر الفيديو شحال باك، يعني شحال من غرام تاع لو بسكوي، هكذا باش توزنوا اي بسكوي يكون عندكم. اذا نبسس مليح. المهم حنا لو بسكوي تاعنا كي تجمع هي تجمع، كي تفتي هي تفتت، يعني يجينا مرمل. من بعد واش دير؟ انا هنا عندي هذا الكادر هذا على شكل مربع، يعني ديري الكادر اللي حبيتي مربع، كاين ديكور، يعني كاين اشكال وانواع في الاسواق، نديرو مباشره في طبق التقديم. الا ما عندكش الكادر تقدري يعني بكل سهوله تستعملي المول اللي تفتح، هذاك استعمليه. اذا نفرغ الخليط على البسكوي في الوسط ونسقمو غير بالعقل، يعني نسيو كيفاش نديرو مستوى واحد. ونسويرو الوجه تاعو بواسطة كاس ولا اي حاجة تكون عندك، ولا غرفية ولا. إذا نسويلو الوجه تاعو مليح، إذا بعد ما سويت الوجه تاعها مليح نحطها في الثلاجة تبرد، ونجوزو مع بعض نوجدو طبقة ثانية. إذا طبقة ثانية واش راح ندير فيها؟ راح ندير فيها نص ريتلة تاع الحليب، 2 علب تاع فلان شوكولا، هذه فيها 50 غرام وهذه فيها 50 غرام، يعني حين نحتاجو 100 غرام تاع فلان ذوق شوكولا. راح نحتاج علبه تاع شوكولا نوار، طابليطه وحده شوكولا سوداء، وراح نحتاج 12 حبه من هذا لو بسكوي، يعني كاين الغالي وكاين الرخيص. انا مثلا شتيت هذاك الرخيص، يجو في علبه، 4 في العلبه وحده. راح نحتاج 12 حبه تاع هذا لو بسكوي. اول شيء واش ندير؟ نطحن هذاك لو بسكوي في نفس وين طحنت لو بسكوي الاول، نطحن هذا، نبدأ نطحنوه، إذا هنا ها هو معنا لو بسكوي تاعنا مطحون، نخليها على جهة. واش ندير؟ يعني الريحة تاعو بنين بزاف هاد لو بسكوي، نحكم كسرونة، ندير فيها نص ريتلة تاع الحليب، ندير هادو 2 كيس تاع فلان ذوق شوكولا اللي هي 100 غرام. يعني اللي يحبوا الشوكولا راح تعجبهم بزاف هذه الوصفه هذه. نفرغ 2 كيس، ندير معاهم، اذا نخلطوا اولا وندير معاهم هذيك الشوكولا اللي هي طابليطه 100 غرام، ونديرهم فوق النار حتى يغلوا لنا. اذا نبقى نخلط فوق النار تذوب لنا هذيك الشوكولا اللي درناها ويغلي لنا المزيج تاعنا. اذا هنا دارت الشوكولا هذيك، ها هي معنا، والخليط تاعنا راح يغلي، يعني غير يغلي نطفي عليه. نجهزو كيما نجهزو الفلان عادي، ها هو معنا غير يبدا يغلي، يعني يغلي غليه الاولى ونطفي، ها بدا يغلي لنا الخليط. اذا هنا نطفي عليه والخليط تاعنا راه واجد.
اذا هنا هذا من ناحيته من فوق النار وهو سخون، ندير فيه هذاك لو بيسكوي اللي كنت طحنته، يعني اللي كنت ذكرت 12 حبه تاع لو بيسكوي، نديرها كامله نخلطها. من بعد واش ندير؟ نحكم لو ميكسور ونميكسي الخليط تاعنا باش يجينا رطب. بسم الله. يعني هذه المرحله لازم نقوموا بها باش الخليط تاعنا يولي رطب وهذاك لو بيسكي ما يبقاش يبان لنا. اذا الخليط تاعنا راه واجد، ونفرغوا الخليط فوق الطبقه تاع لو بيسكوي تاعنا. بسم الله مباشرة. اذا ندخلها الثلاجة حتى تبرد مليح وتمسك لنا هاد الطبقة اللي عملناها، ونحي الكادغ تاعنا ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. خليت هاد لاطارت بردت لي مليح، راح نجرب كيفاش نحي المول تاعي، راح يجي سهل يعني حتى في الطريقه كيفاش نحيه. بسم الله غير عقد فقط الطريقة. اذا ها هي الخبزه تاعنا تاع نهار اليوم. اذا التزيين واش راح يكون؟ راح نعملها تزيين بسيط، راح نعمل شويه تاع الكاكاو في الصفايه، ونعمل طبقه خفيفه على الوجه تاعها بهذه الطريقه هكذا باش نرجعوها غنيه اكثر بالشوكولا. تزيين بسيط، كما تقدري طلعي لا شونتيي تاعك وديريها في اون بوش وتزينيها دي روزاس وتقدميها. اذا وصلت عنها المايه معنا، انا فقط زينتها بنفس لو بيسكوي اللي عملته في الفلون تاعنا. شوفوا يعني كيفاش تجي، تحسي انها غنيه. اذا راح نقسم لكم منها فقط قطعه باش هكذا تشوفوا كيفاش عامله. اذا ها هي القطعه اللي قسمتها. بسم الله نجرب كيفاش نرفدها امامكم باش تشوفوا فقط. ها هي شوفوا الكريمه تاعنا غنيه روعه مع هذيك الطبقه تاع لو بيسكوي ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. محبي ذوق الشوكولا اكيد رايحه تعجبكم، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.